وينضم إلينا الآن في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا وسهلا بك رائد معنا. قبيل أن نبدأ بالحديث بالتفصيل، يعني أريد أن أعرف ما هي أسباب هذا التحول في أداء الأسواق العالمية ما بين بداية التعاملات ونهايتها؟ كنا نرى ارتفاع في المشمل، الآن عودة للانخفاض. طبعا هناك نوع من التخوف موجود في الأسواق حاليا بنتيجة القلق الذي تم انتشاره حقيقة بين المستثمرين بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضم مجموعة من الشركات الصينية إلى القائمة السوداء، وبالتالي يعتبر ذلك توجه عنيف نوعا ما من الاقتصاد الأمريكي أو من الطرف الأمريكي في الوقت الذي كانت تترقب فيه الأسواق انفراجة من خلال المفاوضات الصينية الأمريكية. نعم. والآمال المرفوعة، وبالتالي بأن يكون هناك اتفاق قريب، هذا أثر نوعا ما على معنويات المستثمرين في الأسواق، وجههم إلى الملاذات الآمنة، الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة إجمالا. طيب، الجميع يترقب المفاوضات التجارية في واشنطن، ما هي أبرز التوقعات رائد؟ حقيقة بعد هزة التفاؤل نوعا ما والتوجه نحو الملاذات الآمنة الأخيرة، سقف التوقعات انخفض بشكل كبير في الآونة الحالية، والنظر الآن على أن يكون هناك تأكيد أكبر من الطرف الأمريكي على أن لا يكون هناك نوعا ما حلول جزئية كما يطالب الطرف الصيني بذلك، إضافة إلى أن التقليص الذي تم بعدد المحاور التي تتبناها الصين لا يعد كافيا للحصول على صفقة، والمستثمر أيضا أخذ نوعا ما احتياطاته لأنه مسبقا أكثر من مرة تم التصريح بإيجابية المفاوضات، ومن ثم فشل المفاوضات أدى إلى سلبية كبيرة في الأسواق. أعتقد هذا ما يسبب القلق في السوق حاليا، وبالتالي لا نبالغ في التقييم الإيجابي لهذه المفاوضات في الوقت الحالي. طيب، مجرد توقعات بأنه لن يكون هنالك ربما أمل من هذه المفاوضات، نرى انعكاس لذلك على الأسواق، ماذا لو بالفعل كنا أمام أمر واقع بأنه لم يكن هناك حل أيضا ضمن هذه المفاوضات، ما الذي سوف تؤول إليه الأوضاع برأيك؟ أنا أعتقد سوف يكون هناك عزوف كليا عن الأصول ذات العوائد المرتفعة، وبالتالي توجه المستثمرين إجمالا إلى ملاذات آمنة بشكل أكبر، ممكن أن يؤثر ذلك أيضا على الانتعاش الضمنية في أسواق الأسهم الأمريكية، لأنه ارتباط كبير بالنمو العالمي بالمفاوضات أو الحرب التجارية وتداعياتها ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا سوف يكون مرده سلبيا وعلى امتداد فترة أطول. طيب، كنا رأينا في بداية تعاملات الأسواق الأوروبية ارتفاع في المجمل لكنها عودت الانخفاض، على الرغم من أنه في بيانات إيجابية من ألمانيا وغيرها، لكن على ما يبدو أيضا اقتراب موعد البريكزيت المقترح من بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أيضا يشكل حالة من الضبابية والتوتر في أوروبا، ما هي التوقعات حول البريكزيت أيضا رائد؟ بالتأكيد أوروبا كانت يعني عم تظهر عنا بيانات نوعا ما إيجابية، ولكن ضمن سلسلة طويلة من البيانات السلبية ووضع سيء نوعا ما في الاقتصاد الأوروبي إجمالا، وأيضا ارتباط كبير بقضية البريكزيت التي يبدو أنها تطول أكثر وأكثر دون أن يكون هناك وضوح في المعالم. نعم، نقترب من نهاية شهر أكتوبر، الفرصة الأخيرة التي كان قد أعلنها بوريس جونسون أنه لن يطالب بتمديد بعد هذه الفترة بالنسبة للاتفاق، ولكن لا يوجد أي اتفاق وتم رفض كل التعديلات الأخيرة من جانب الألماني على وجه التحديد بالنسبة للتعديلات الأخيرة، فإما أن يتبنى الباك ستوب فيما يتعلق بقضية إيرلندا والحدود مع إيرلندا الشمالية، أو أن يكون هناك تخارج وخروج لبوريس جونسون واستقالة، ومن ثم أمام مفترق جديد للطرق. نعم، سريعا رائد، الباوند عم بتأثر سلبا، هل من أمل بأن يتعافى من جديد؟ أي ضبابية عدم وضوح يؤثر سلبا على الباوند ومزيد من التراجعات، الرؤية الأكثر وضوحا هي التي تخدم الباوند حاليا، والخروج باتفاق هو فعليا الذي يسبب الارتفاعات. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا لك.